كنتي غتقولي لي شنو شريتي، قولي لي شنو شريتي. نونوس شنو شريتي نونوس؟ صافي نسكت انا ساكته. سلام غزي ولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. رجعت لكم بفيديو جديده واللي هي فيديو مشتريات. علاش غادي ندير لكم هذا الفيديو؟ لان بزاف ديال البنات كيسولوني على شي حويجات كنلبسهم في الفيديو، كيسولوني زينه منين شريتيهم. لهذا قررت ندير لكم هذا الفيديو باش نجاوب على الاسئله ديالكم، ومن هنيت ندير لكم بعض المشتريات اللي شريتها في هذه الفتره ديال التخفيضات اللي كتكون عندنا واحد التخفيضات ما نعاودش لكم، راه خياليا كيوصلوا عندنا حتى 70%. انا من الناس اللي كيشري جوج المرات في العام، كنشري في التخفيضات ديال الصيف وفي التخفيضات ديال الشتاء اللي هي هذه الفتره، وكنشري في التخفيضات الاخيره يعني كيديروا 70%. علاش انا اختي نمشي نشريهم بثمنهم الاصلي؟ حتى كنتسنى حتى كان يديروا فيهم الصوت وكنمشيهم بتخفيض لي هو 70%. يعني تخيلوا معايا كما كنقولوا لازم ربح على صلاح اللي مهتم انها تشوف شنو شريت، تبقى معايا حتى الاخر. ويلا نبدا، غادي نبدا لكم بالحويجات، وغادي نبدا باول مونطو اللي كان محمقني من داك العام. يعني تصوروا معايا من داك العام وانا حاطه عليه عينيا. كنت مشيت لزارا داك العام كنقلب على لي مونطو، حيت انا زارا كنشري منها مونطو في العام وكنضرب بهم واحد 4-5 سنين، كتبقى الجوده ديالهم فنه فنه بزاف. المهم داك العام طاحت عيني على هذا، وما عرفتش واش كانوا دايرين لهم شي 100 باوند، يعني شي 26,000 ريال هكاك. قلت خليني هادشي هذاك العام اللي فات، قلت خليني حتى وكان يجي تخفيضات ونشري. ملي مشيت للتخفيضات ما لقيتوش وبقى فيا الحال بزاف. هاد العام عاوتاني كندور وطحت عيني عليه، فرحت بزاف فاش لقيتو. قلت خلي حتى وكان تجي التخفيضات، يعني كطالبه زهري باش يكون في التخفيضات. وملي مشيت لقيتو في اخر تخفيضات وشريتو. كما كتشوفوا راه هانتوما من الداخل ديالو كيفاش داير، عرفتي راه سخون واعر واعر بزاف. وعندو هذا في اللور، وهانتي راه ما طولش بزاف، ولكن المهم انا واصل ليا لحد ركبو. فيها جوج جويبات باش نوريكم. هذا هو الشكل ديالو، شفتو راه واعر وسخون سخون بزاف. كتلبسي معاه غير واحد تريكو وكتلبسي معاه الجين ديالك ولا الكسيوه ديال البرد، راه واعر بزاف. الثمن ديالو كان ب 79 باوند، وانا شريته ب 59 باوند. ثاني حاجه شريتها للبرد وهو هذا التريكو الطويل، صراحه شفته حمقني وسخون. حتى هو كتلبسي معاه غير واحد التريكو غليظ وكتلبسي من الفوق ديالو، ما كتحتاجيش تلبسي المونطو نهائيا. كما كتشوفوا راه هو طويل لهذا الشكل، شريتو في هذا اللون ديال الباج لانه يمشي لك مع كلشي. تلبسي معاك سيوان مع سروال جين مع سروال مع لي بوط، واعر واعر بزاف. وشفتو عرفتو الخيط ديالو راه مدقوق مزيان وماشي من داك الخيط اللي كيتسرب. هذا شريتو من الكاب، والله ما عقلت بشحال شريتو. المهم شريتو حتى هو بنص الثمن، خمس كانوا دايرين 50% من التخفيضات، وقيلا الا ما خفت نكذب كانوا دايرين ليه 60 باوند، وانا شريتو ب 30 باوند الا ما خفت نكذب. راه لا كاليتي ديالتو واعره بزاف، غير باش نوريكم. شفتو راه طويل يعني فيت الركبه. هذا شكلو من القدام، شفتو راه شفتوني لابسه في واحد الفيديو، شتي من هكا بس مع واحد كومونتي. وكيجي خطير في اللبسه ديالو. ثالث حاجه شريتها حتى هي من الكاب، وحتى هي كانوا دايرين فيها تخفيضات ب 50%، وهذا الجيلي اللي حمقني حتى هو شريته في الباج، ما كانوش دايرين فيه شي الوان واحد اخرين. ما عرفت انا حبي طاح على الباج هاد العام، ما عرفتش علاش. المهم الباج من الالوان اللي كتمشي مع كلشي، ما كتوحليش معاها. شتي حتى هو راه كنلبسو مع كسيوات هكا، كسيوات طوالين ويكونوا هكا عندهم لكم ويكونوا سخان، وكيعطيو واحد لو شارم لديك الكسوه كما كتشوفوا في هاد اللعيبات من هنا، كيخليو لك العنق ديالك سخون. باش نوريكم ها هو الشكل ديالو، حتى هو الجوده ديالو واعره بزاف، والخيط ديالو مدقوق ومخدوم مزيان، يعني صعيب باش كتلقاي الجوده بحال هذه بصراحه.
لكم هو كيجي بحال هكا. اخر حاجه شريتها من الكاب وشريت هاد الكولونات اللي سولتوني اليوم، راه الجوده ديالهم روعه في الصراحه، روعه روعه بزاف. شريتهم كانوا دايرين فيهم تخفيضات 50% حتى هما، راه كانوا سولوني عليهم شي بنات. الجوده ديالهم رائعه جدا جدا، وكيسخنوا بزاف بزاف. شريت هذا وشريت هذا اللون حتى هو كما كتشوفوا، هذا في القطن حتى هو زوين بزاف، صبن وعاود في صراحه. وهذا في الخيط راه سخانين بزاف، حمقوني بصراحه شفتهم. والكاب في الكولونات ما كيديروش فيهم الصول دائما، يعني كان عندي الزهر هذيك داك النهار وخديتهم من عندهم، لانه ما كيديروش فيهم تخفيضات دائما. ما عرفتش واش اول مره، المهم انا من الزهر ديالي كانوا دايرين فيهم تخفيضات 50%، غالبا ما كيديروش فيهم الصول نهائيا، كيبيعوهم في ثمنهم الاصلي. لهذا قررت قلت مادام دابا دايرين فيهم 0.5% اجي ناخذهم، ولا غادي نتسناو نصدق شاريهم بالثمن الاصلي ديالهم. وغادي ندوزو دابا غادي نوريكم شنو شريت من تي بيكر. اول حاجه شريتها وهو هذا السكر الرائع اللي حمقني بصراحه، وكانوا في التخفيضات الاخيره. الثمن ديالو كان ب 89 باوند كما كتشوفوا، وانا شريته ب 45 باوند. هذا هو الشكل ديالو من القدام، عنده هذا الشكل اللون الذهبي، واللون ديالو في الجلد كما كتشوفوا. غير الديفو الوحيد ديالو، يعني خصكم ديروا معاه اتونسيون، انك الا قمشتي بشي فنيته ولا بشي ضفارك ولا بشي خاتم كتبقى عليه، كتبقى هذيك الاثر ديال ديك الخمشه. من ناحيه اخرى الا طبعوا عليه اليدين بحال هذا الشكل، غير كتمسحي بواحد السيويف في هاد السنيشلة حتى هي في الذهبي، وكتجي معاه السميطه ديالو حتى هي فيها الجلد وفيها الذهبي. وبصراحه شي خريزه شي سهره شي عريس حمقني بصراحه، واللي يعني الكاليتي ديالو الجوده ديالو روعه. انا كتقلبوا على الكاليتي البنات، كنصحكم تشريو السكان من تيد بيكر، وكيجوني هما غاليين بصراحه باش نشري الثمن الاصلي ديالو، ولهذا دائما كنشري في التخفيضات. السويه كما قلت لكم هو شي خرجه شي حفله شي عرس، يهز لك كلشي بصراحه، يهز لك تليفونك، يهز لك المكياج ديالك. الحجم ديالو جدا مناسب، يعني ماشي شي صاك كبير وماشي شي صاك اللي هو صغير. ولهاد السويك شريت ليه واحد الكولي اللي هو عباره عن براسلي، والخويسم ديالو والسنيسله ديالو اللي حمقوني حتى هما في الذهبي. شريتهم بصراحه لهاد الصاك، يعني قلت لك هاد الشيء مناسبه شي عريس ولا هذا نلبسهم، راهما صراحه واعرين. شريت هاد البراسلي كما كتشوفوا في الذهبي، راه واعر كيجي واعر في اللبسه، غنوريكم. غير هو رقيق واحد شي شويه، ولكن ماشي مشكل، يعني غير حضي معاه شتي كيجي على هاد الشكل. وشريت له الخاتم ديالو حتى هو كما كتشوفوا، هادشي كله في الصود يعني بنص الثمن. وباش تشريهم بالثمن ديالهم من تيد بيكر راه كيجيو كيطيحوا عليك غاليين بزاف. شتيو كيف كيجيو في المنظر ديالهم، واعرين واعرين واعرين، حمقوني. وغادي يجيو مع الصاك. وشريت هاد السنيسله حتى هي كما كتشوفوا، شتي غتجي واعره في اللبسه. وكتلبسيهم مع شي كسيوه في الكحل، شي كسيوه في البياض، شي عريس، شي تكشيطة، علاش لا. ومع الصاك اللي وريتكم راه بصراحه كيهبلوا. ونجيو لاخر المشتريات اللي شريتهم من مايكل كورس. غادي نبداو باول حاجه هاد الساعه اللي حمقتني بزاف بزاف بزاف، طاحت على عيني ما قدرتش نلقاهم. اول مره كنشري ساعه من مايكل كورس صراحه، هما عندهم الساعات واعرين، ولكن الثمن ديالهم راه غالي بزاف. شريتها انا في التخفيضات، ما كنقدرش نشريها بثمنها الاصلي. اول مره كنشري من مايكل كورس كما قلت لكم،
شريت هاد الساعه اللي حمقتني بزاف. يلا نوريها لكم. كتجي مع هاد البراسلي، كانوا دايرين فيها عرض ديال 40%، وكتاخذي معها البراسلي. حمقني هاد اللون على ما اظن هو اللي خارج في الموضه هاد العام. انا ما كنديش على الموضه بزاف، غير الحاجه اللي عجبتني كناخذها. اول مره كتتحمقني زعما شي ساعه، ما قدرتش نقاوم وضروري قلت ناخذها. بصراحه شريتها غير شي مناسبه، لا كان شي عرس ولا كان شي اسبوع ولا كان شي خرجه مع صحاباتك ولا كان شي مناسبه اللي هي تكون شي شويه ثقيله، وما شريتهاش للاستعمال اليومي. اخر حاجه شريتها من مايكل كورس وهو هذا العرض اللي كانوا دايرين فيه ريحه، وكيجي فيه هذا اللي هو بودي لوشن وجل دوش. الثمن ديال الريحه بوحدها كانوا كانت كدير 60 باوند، وهذا العرض كامل خديته انا ب 40 و20 كما كتشوفوا على هذا الشكل. والريحه ديالها كتحمق. كنت انا باغا بصراحه في اللي كانت كبيره بصراحه، ولكن ملي لقيتهم دايرين عرض شريتها وريحتها كدوخ. روعه 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 بصراحه. الا درتيها مثلا اليوم غتبقى لك في حويجاتك حتى كنصبنيهم، وحتى الجل دوش والكريم ريحتهم غزالين بزاف بزاف. انت غتقولي لي ما شنو شريتي؟ قولي واش شنو شريتي نونوس؟ شنو شريتي نونوس؟ صافي نسكت انا ساكته. دك 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 اش كتقولي؟ اش كتقولي؟ تيدوي مسرح. قولي ما شنو شريتي؟ قولي ما شنو شريتي؟ فيها نيها. اشنو شريت نونوس؟ يا اوتينا البنات الفيديو ديال اليوم راه ساهله كما كتشوفوا، راه ليها هجمات عليا. الا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش تكتبوها ليا في التعليق، باش انا كل مره شريت شي حاجه جديده نشاركها معكم. وكنقول لكم تبارك الله عليكم وبوسه كبيره.